الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا سلب كمالات الأسماء والصفات عن المعبودات دليل بطلان عبادتها. سلب كمالات الصفات عن المعبودات دليل على بطلان عبوديتها. بقي ثلاث قواعد. دليل على بطلان عبوديتها. كم رقمها يا سيد عندك؟ ايش؟ 47. نعم ماشي. سلب كمالات الأسماء والصفات عن المعبودات دليل على بطلان عبودية. فكما أن الله استدل بأسمائه وصفاته، اسمحوا لي، فكما أن الله عز وجل استدل على كماله في وحدانيته في ربوبيته بأسمائه وصفاته، أيضا استدل على بطلان المعبودات الأخرى بسلب هذه الأسماء والصفات. يقول الله عز وجل عن إبراهيم: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع. إذن الله يسمع، فمن مقتضيات ربوبيته إثبات سمعه، ومن مقتضيات بطلان عبادة غيره سلب سمعه. فالذي لا يسمع اشتيبان ليش تعبد واحد ما يسمع؟ اللي ما يسمع كيف يسمعك إذا دعوت وإذا ابتهلت وإذا طيب؟ ولا يبصر. إذا سلب الكمالات عنها، سلب صفات الكمال عنها. فإذا إثبات صفات الكمال دليل على وحدانية الله في ربوبيته، وسلب كمالات الصفات عن المعبودات دليل على إيش؟ على إيش؟ على بطلان عبادتها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفى عنهم صفة الملك وهو من مقتضيات الربوبية. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا اسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا. إذا نفى عنهم صفة الخلق. أيشركون ما لا يخلقوا وهم يخلقون. إذن إثبات صفات الكمال دليل على وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته، وسلب كمالات الصفات عن المعبودات دليل على بطلانها. هذا منهج القرآن في إثبات الربوبية لله، ومنهج القرآن في إبطال ماذا؟ في إبطال المعبودات من دونه عز وجل.